السلام عليكم واهلا وسهلا بحضراتكم كل سنه وانتم طيبين وبالف خير وعيد سعيد عليكم جميعا رغم ان احنا في العيد والاجواء جميله ولكن في اجواء تانية حرب في اجواء عندنا اخواتنا واهلينا اللي في غزه وفي عندنا اجواء الحرب اللي موجوده في روسيا واوكرانيا والحرب دائره بدون توقف بس في اخبار مثيره جدا واحداث بتغلي من تحت الهشيم جايز ان البعض مننا مش شايف يعني الاحداث ولكنها احداث ساخنه جدا بس خليني اقول لك ان القصه ما بتبتديش من دلوقتي قبل ما نبتدي كده على الاخبار السخنه خليني بس اقول لك كده في عجاله بسيطه الموضوع كان ازاي القصه مش بتبدا من سنه 2022 لما الحرب الروسيه الاوكرانيه ابتدت لا ولا القصه ايضا بتبتدي من سنه 2014 وهقول لك كمان بقى مش من ايام حتى بوتين الموضوع اصلا مش موضوع بوتين الموضوع موضوع روسيا نفسها نبتدي كده الحكايه من ايام روسيا القيصريه تخيل من ايام روسيا القيصريه لما كانوا اصلا قاده الثوره الشيوعيه كانوا قاعدين وهربانين موجودين في المانيا وفي النمسا وإنا وإنا ودي قصه كبيره وكانوا برعايه اساسا الدول الغربيه إيه اللي كانت بتسندهم ما كانوش يعرفوا ان هم لما هيعملوا ثوره ينقلب عليهم البلاشفه ويعملوا عليهم ثوره هم كمان وتصبح عندنا روسيا الشيوعيه والاتحاد السوفيتي اللي اصلا الغرب ما كانش متوقع، يعني احنا نربيكم ونقعدكم عندنا وفي الاخر ما تنفذوش كلامنا وتعملوا مصانع وتعملوا شيوعية ألمانيا اللي وقفت أمام الاتحاد السوفيتي وعملت العملية الكبيرة هتلر أساسا كان رايح على الاتحاد السوفيتي ليه ورايح على روسيا ليه مش علشان خاطر انه هو عايز يلعب في الكريملين ويصور صورة تحت الكريملين زي ما تصور تحت برج ايفل لا هتلر كان عايز كل ده علشان خاطر البترول وعشان خاطر الغاز والثروات الطبيعية الكبيرة اللي موجود في روسيا ورغم إن الروس مع الغرب اتحدوا مع بعض في الحرب أمام هتلر وأمام ألمانيا الا ان الغرب جت امريكا هي وبعض الدول تعالوا هنا يا حبايبي احنا هنعمل إيه مع بعض كده جروب ونسميه مع بعض النيتو وابتدى النيتو يتوسع اكتر واكتر امام الاتحاد السوفيتي وحصلت برضو الحرب الباردة يعني احنا عندنا اساسا الحرب الباردة سواء ايام روسيا القيصرية او حتى سواء ايام الشيوعية انهار الاتحاد السوفيتي في سنة 1991 خلاص ما عادش في اتحاد سوفيتي يبقى لازمته ايه بقى بعد كده هتعمل لي النيتو لا 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 ده احنا هنكبر ونوسع النيتو كمان يعني لما تشوف حجم الاتحاد السوفيتي تقلص بشكل كبير وما عادش غير فاضل روسيا الاتحادية اللي موجودة معاها يكبر ويزيد النيتو مع بعضهم إذن المسألة ما هياش مسألة روسيا القيصرية ولا مسألة الاتحاد السوفيتي المسألة مسألة ان احنا عايزين نعمل دايما عداء ما بيننا وما بين روسيا لما اوكرانيا انفصلت عن الاتحاد السوفيتي كانت من ضمن الاتفاقيات ان يا نحلة لا تقرصيني ولا عايز عسل مني فضلة العملية دي كانت شغالة حلوة جدا كان الرئيس الاوكراني كان اسمه يانوكوفيتش والرئيس الاوكراني ده كان مخلي الاوضاع لطيفه سواء متوازنه ما بين الغرب او سواء متوازنه مع الروس، ولكن يانوكوفيتش ما ينفعش ان هو يفضل موجود لانه ما ينفعش يبقى موجود لان هو ده مش بينفذ مصالح الغرب ولا بينفذ مصالحنا في امريكا لا. يبقى احنا نعمل عليه الثورة البرتقالية وتلاقي الدنيا كلها الحياة بقى لونها مش بقى لونها بامبي الحياة بقى لونها اورنج وجون في سنة 2004 وراحوا عاملين ثورة مدفوعة الاجر بوجبات من الفراخ المقلية من المطعم مع شوية كده روبلز وشوية دولارات وراحوا جايبين واحد من جانب الامريكي واللافندي كان اسمه يوشينكو وابتدت من سنة 2004 الاحوال تتغير وابتدى من هنا ان في الروس. لو حضرتك كده نسال نفسنا السؤال عشان ما اطولش عليك. هل تتخيل ان لو كان العالم عايز ان الحرب دي تنتهي كانوا يفضلوا يدوا لاوكرانيا مزيد من الاسلحه وتدفقات من الاسلحه ولا كانوا يقولوا للروس بصحيح العباره تعالى نقعد مع بعض نخلص الليله دي؟ هو بيحصل كده اه طبعا بيحصل كده هي مش في حرب السادس من اكتوبر ما بين مصر وما بين اسرائيل الحرب استمرت كام يوم دي ما كملتش حتى شهرين علي بعض وراحوا جايبين تعالوا اعمل وقف لاطلاق النار مباحثات الكيلو آه نبدا مع بعض التفاهمات والمباحثات بعد كده كامب بديفيد دي الناس اللي عايزه تخلص الحرب اللي عايز يخلص الحرب بيعمل كده ولكن اللي عايز ياجج في الحرب ما بيسيبهاش ابدا تهدى كل لما بتحاول انها تهدى يرمي اكتر واكتر من الحطب طب انت يا سيدي عمال بقول لحضراتكم القصه دي كلها ليه؟ لان احنا النهارده عندنا مؤشرات كبيره جدا مع الاخبار الجديده اللي انا جاي انقلها لحضرتك ان الحرب دي هتبقى اكبر واكبر. ناس كتيره ممكن تفتكر ان انا لازلت ببالغ وناس بيقولوا لي مش هيحصل اي حرب اللي انت بتقوله ده مش هيحصل. طب خليني كده اوري لحضرتك فيديو لشاب يمني هو بيطلع ببعض الفيديوهات وانا اسف جدا ان انا مش عارف اسمه الشاب اليمني ده مشي من اليمن وخرج من اليمن وقت بداية الحرب الداخلية في اليمن والحوثيين وراح عاش في هولندا وقدم اللجوء واخد الجنسية الهولندية ولكن اللي حصل هناك كان غير متوقع سخرية القدر يا جماعة بتكون هارب من حرب ولاجئ من حرب وجاي من حرب وصل توصل لهنا يقول لك يلا حرب يا ابني تجنيد الليلة الليلة الجبهة الجبهة شل <applause> لا حق الجبهة الموضوع من جديد تذكروا كنا نمزح امس خلال الأسبوع هذا وزارة الدفاع الهولندية بعد قرارنا البرلمان الهولندي قرروا انه يرسلوا رسائل 200 الف شخص في هولندا جنس اصحاب جنسيه هولنديه عمرهم فوق 17 سنه أه على اساس يقولون لهم انه استعدوا في اي لحظه الاوضاع متوتره في اي لحظه ممكن نطلبكم للتجنيد طبعا اجباري اجباري وملزم ما فيش شيء مرحميني فتخيلوا انه 200 الف شخص فقط اختاروا في اللي فوق 17 سنه 200 الف شخص بس واختاروني انا منهم <applause> ايش الحظ هذا؟ هذا البوست وصلني امس طبعا لسه ما فكيته انا عارف ايش الخبر بس لسه ما فكيته اول ما وصلني قلت بس هذا محتوى زي ما حضراتكم سمعتوا كده يعني ايه ان في هولندا طالبين 200 الف من الجنود الاحتياط ان هم يبقوا على اهبة الاستعداد وده واحد اساسا شخص اللي عمل الفيديو لا له في السياسة ولا بيتكلم في السياسة بيتكلم كمواطن وبيحكي لك حظه السيء الحظ السيء ان هم يطلبوه في التجنيد مع 200 الف بس في هولندا استعدادا للحرب ولسه الناس اللي مش مصدقة ان هيحصل حرب ما بين اوروبا والروسيا مش هتحصل بس خد بال حضرتك انا في توقعي الشخصي ان ال الف اللي حيطلبوهم واللي هياخدوهم من اوروبا دولت اساسا اللي تم تجنسهم ده كده مؤشر المؤشر التاني عندنا امين عام مجلس النيتو الشؤون الخارجية النيتو طلع لسه تصريح وهو بيتكلم وبيقول ان ما عادش خلاص موضوع السلام ده بل ان المواجهة اللي ما بين اوروبا وما بين روسيا كبيرة ومحتملة بشكل كبير وادي الخبر يعني ايه لما يبقى المسؤول عن الشؤون الخارجية طلع بيقول الكلام ده غير ان الراجل ده ما بيتكلمش كلام من فراغ If Other states would be attacked. Volodymyr Zelensky also says Russia will soon be, quote, more and more insistent on dragging nuclear weapons into this debate. لوكوشينكو وهو رئيس بيلاروسيا لسه متكلم على احتمال حدوث حرب كبيره وان هو راح عامل قانون جديد القانون ده بينص على ان السجناء اللي موجودين في بيلاروسيا هيتم تجنيدهم وان هما كمان هيبعتوا بدل ما يبعتوا جوابات الاستدعاء الى الجيش البيلاروسي عن طريق خطابات لا احنا هنبعتها عن طريق رسائل اس ام اس فده معناها ان في رسائل اس اس يعني في سرعه كبيره الى التجنيد في بيلاروسيا وده معناها كمان ان الناس اللي في بيلاروسيا هيشتركوا كمان في الحرب احنا عندنا حضراتكم وزير الخارجيه البريطاني رايح يقعد في امريكا يلتقي مع بلينكن وزير الخارجيه الامريكي ويقعد مع السيناتورز الجمهوريين والديمقراطيين علشان يضغط عليهم علشان ال مليار بتوع اوكرانيا او اللي يطلعوا الاوكرانيا يطلعوا يعني بقى خلاص هيطلعوا ال مليار طبعا هو انا مش قلت لحضراتكم في الفيديو اللي فات ان زيلينسكي بالفعل طلع وقال للناس لو الموضوع موضوع كروت خلاص انا موافق بالكروت ما هو كان تهيئه علشان هيطلع وباكدها لحضراتكم واحنا هو وانا هو وانتوا هو في الجلسه اللي جايه اللي هيعقدها الكونجرس هيوافقوا ان ال 60 مليار يطلعوا اخيرا اه بس هو عشان كانوا لازم يعرفوا الشعب الاوكراني ان في مديونيات وان في حاجات بعض الناس من حضراتكم طبعا ليكم كل الاحترام الكبير الفكر اللي بيقولوا لا ده بيقولوا كده علشان الجمهورين يوافقوا وبعد ما يوافقوا هيقولوا ان احنا تنازلنا عن القروض لا ما بتمش الامور بالشكل ده امريكا ما فيش حد فيها يعني نظام الضحك على الدقون ده ما بيحصلش في امريكا ولكن هي طالما السياسات بتخدم المصالح الامريكيه ماشي ولكن هتضحك علينا ده ما بيحصلش في امريكا الخلاصه ان احنا عندنا النهارده هيحصل دعم الى اوكرانيا هيحصل اليونان كان عندها مجموعة طيارات وبتقول انها بتحدث في الاسطول بتاعها ففي 32 طيارة F-16 اليونان بصدد انها هتديها الى اوكرانيا ده غير الطائرات الاف F-16 اللي اوكرانيا هتستلمها انا معاك ان الروس عمالين بيضربوا مطارات وهنا وهنا ولكن هل ان الطائرات الاف F-16 دي هتطلع من مطارات تانية احتمال كبير جدا مطارات تانية خارج اوكرانيا نيجي بقى كمان على الحاجة المهمة وهي النيوزويك عندنا بينت ان اوكرانيا استهدفت سفينة واقفة في كالينجراد كالينجراد هي المنطقة الروسية اللي هي في الجيب اللي تعتبر في بحر البلطيق طب وإيه المشكلة لا تفرق كتير ما بين سفن موجودة في البحر الأسود وسفينه في كالينجراد فاكرين السيناريو اللي انا حكيته لحضراتكم وقلت لكم ان الحرب هتبتدي باستهداف قوات روسيه موجوده في سوريا واستهداف قوات روسيه موجوده في كالينجراد قلت لحضراتكم السيناريو ان الضرب مش هيبدا اوله ان الغرب هيضرب في روسيا مباشره كمان عندنا في المعركه اللي موجوده النهارده وهي خاركيف حضراتكم عارفين ان خاركييف بعد ما الروس في بداية العملية العسكرية كانوا خدوا خاركييف الا ان كان في سنة 2022 الاوكران عملوا هجمة مرتدة وكونتر اتاك على خاركييف وقدرت القوات الاوكرانية انها تستحوذ على الاراضي في خاركييف وانهزمت القوات الروسية او تراجعت القوات الروسية يا سيدي خدها زي ما انت عاوزها ولكن اللي احنا شفناه جت اوكرانيا وعملت الملحمه الكبيره حرب خاركييف وازاي ان احنا استردينا خاركييف ماشي ولكن حاليا القوات الروسيه بتضرب بشكل كبير جدا على المستودعات الخاصه بالطاقه والذخيره اللي موجوده في خاركييف بل ان دلوقتي اوكرانيا مركزه بشكل كبير في تشاسوفيار لان تشاسوفيار حكيت لحضراتكم القصه بتاعتها وتشاسوفيار دي هتبقى منعطف كبير وتاثير كبير قوي على القوات الاوكرانيه في الامداد والتموين وقطع تموين والامداد للقوات الاوكرانيه وخركييف ثق تماما ان سقوط خركييف هيعتبر نقله كبيره جدا الى القوات الروسيه في المعركه دي بل ان حيسعى كل النيتو ان خركيف دي ما تسقطش لان سقوط خركيف هو حيعتبر بداية الى سقوط كييف رغم ان خاركيف وكييف بعاد عن بعض ماشي بس التأثير المعنوي الكبير اللي جوه نفوس الجيش الاوكراني هيبقى سيء جدا الغرب النهاردة شايف ان اوكرانيا ما عادش عندها الجنود الكفاية المؤهلين الى خوض اي حرب كل الجنود اللي كانوا عند اوكرانيا في المعركه واللي عندهم خبره ماتوا. الحرب هتبقى مشتعله جدا للاسف في الفتره القادمه. عموما حبيت ان انا اتناول مع حضراتكم اخر واحدث المستجدات. بشكركم جدا جدا على مشاهده حضراتكم لو انت بقى اول مره تشوفني يا ريت ما تنساش بالاشتراك واللايك بيفرق كتير جدا يا جماعه. شكرا جدا لحضراتكم اه واخر حاجه على فكره أنا لست محلل استراتيجي ولا خبير استراتيجي أو محلل سياسي زي ما بيقولوا أنا مجرد ليا بيبقى قراءة ويجوز إن رؤيتي تصيب ويجوز إن رؤيتي تخطئ. بشكركم جدا مرة تانية. السلام عليكم.